علينا نعمته وبركاته من الآن وإلى الأبد أمين. حقيقة السنة اللي فاتت معرفناش نيجي علشان الكورونا والمشاكل اللي حصلت أياميها، ربنا ما يحرمناش من بعض أبدا، وبالأخص إن كنيسة العذراء لها في قلبي معزة كبيرة جدا جدا جدا. أتذكر زمان لما كنت لسه شاب، كان لما يبقى عندي مشوار ناحية مدينة نصر أو ناحية مصر الجديدة لازم أعدي على العذراء أخد بركتها. النهاردة هنتكلم عن البركة، باركوا ولا تلعنوا. وعشان نتكلم عن البركة هنبص مع بعض على شخصية إبراهيم، ليه؟ ربنا قال له، خد بالك من اللي قال، قال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. يبقى إبراهيم هيخرج من أرضه ومن عشيرته ومش عارف هيروح فين. قال له هبقى أوريها لك التي أريك. طيب لو أنا نفذت الكلام ده هتعمل لي إيه يا رب؟ عد معايا: أجعلك أمة عظيمة، أباركك، أعظم اسمك، تكون بركة، أبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. إذن سبع حاجات ربنا هيعملهم مع مين؟ مع إبرام، بس بشرط إن هو يخرج من أرضه ومن عشيرته ومن بيت أبيه. إذن الخروج ده اللي عمله إبراهيم خد بداله البركة السباعية. ليه بنسميها سباعية؟ لأنها سبع حاجات هياخدهم من ربنا. بس خد بالك من حاجة، إزاي إحنا نطبق الكلام ده النهاردة؟ كل واحد فينا عايز البركة دي في بيته، كل واحد فينا عايز البركة دي مع أولاده. طب ناخدها ازاي يا ابونا؟ احنا لا هنعرف نخرج ولا هنعرف ندخل. خد بالك اللي نفذه إبرام على المستوى الحرفي احنا ممكن ننفذه على المستوى الروحي. يعني ايه؟ يعني نخرج من الخطية، نخرج من أفكار العالم، نخرج من شهوة العالم. خدوا بالكوا الخروج هنا هيبقى خروج روحي، ما هواش جسدي. الخروج هنا هيبقى خروج روحي ما هواش جسدي. كل واحد فينا موجود على الأرض معرض للخطية. كل اللي مطلوب مني ان انا اخرج من الخطية، اخرج من الشهوة، اقاوم. خد بالك احنا بقينا في زمن صعب جدا لدرجة ان الخطية معروضة عند كل عند كل الناس بكل الوسائل. كل الوسائل اللي تحت ايدينا ممكن تؤدي الى خطية وممكن تؤدي الى بركة. الشاطر هو اللي يستخدم العالم، لكن العالم ايه؟ ما يعيش جواه. اذا الخروج في حد ذاته بالنسبة لإبرام كان بركة، والخروج بالنسبة لكل إنسان فينا
معناه حياة التوبة. اللي يعيش حياة التوبة هيعيش حياة الايه؟ حياة البركة. اللي يعيش حياة التوبة هيعيش حياة البركة. مرة كنت بتكلم مع مجموعة، ما اعرفش قلت كلام كده عايز اقوله لكم ونتفق فيه ولا لا. قلت لهم زمان المهيات كانت صغيرة، يعني تلاقي راجل البيت بياخد 30 جنيه و35 جنيه، ولما تجيله علاوة تبقى جنيه ونص زيادة يبقى 37 ونص. بس البيت كان فيه ايه؟ كان فيه بركة. النهاردة المهيات اسم الصليب ربنا يبارك ارقام حلوة، تسمع كده 10,000 و7,000 و3,000 و5,000، لكن الايام دي ما فيهاش بركة. واخدين بالكم الحتة دي؟ الايام دي كلنا عشناها، بالنسبة للناس اللي قاعدة قدامي غير الشباب العشرينات، يعني كلنا عشنا الوقت ده، كان في بركة. اول سبب قلنا للبركة حياة الايه؟ التوبة. حياة التوبة، اخرج من شهوة العالم، اخرج من شهوة العالم. طيب اسمع ابرام كده في تاني سبب للبركة. وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الارض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك الى الجبل الشرقي بيت ايل ونصب خيمته، وله بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب، ثم ارتحل ابرام جنوبا. اذا واضح انه في كل حته كان بيروحها كان بيعمل ايه؟ مذبح للرب. علاقته مع المذبح هي علاقة أساسية كانت سبب البركة في حياته في كل مكان بيروحه. المذبح بالنسبة له كان سبب بركة في حياته، كل مكان يروحه يعمل مذبح ويقدم ذبيحة. عشان كده بنقول الارتباط بالمذبح يعطي الإنسان بركة. الارتباط بالمذبح يعطي الإنسان بركة. المسيح قد قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب، وما زال يقدم نفسه كل يوم خبز وخمر على المذبح لكي نحيا به، لكي يعطينا حياة أبدية. حتى احنا كده في آخر القداس بنقول كلمة كده، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. الارتباط بالمذبح ايه؟ بركة. الارتباط بالمذبح بركة. في كل مكان تروحه لازم يبقى لك ارتباط بالمذبح، ولازم يبقى لك ارتباط شخصي برب المجد يسوع، وبالتالي حياتك تبقى مستمرة مع الله. فاكرين السنة اللي فاتت لما كانت الكنائس كلها تقريبا مقفولة، ابتدينا نصلي وقلنا كل بيت يعمل ركن كده، يعمل فيه اسبوع الالام ويحتفل بيه بالقيامة ويحتفل بيه بالعذراء. فاكرين مذبح العيلة، المذبح العائلي. نستطيع ان يكون لنا كل يوم علاقة بالله من خلال مزامير، من خلال صلاة، من خلال كتاب مقدس مفتوح، وكل اسبوع او كل شهر او كل 3 اسابيع نيجي الكنيسة عشان نحضر القداس ونتناول حسب الجدول اللي محطوط. بس لازم يبقى في علاقة ايه؟ مستمرة. علاقة
مستمرة. اذا تاني نقطة تخلي البيت بركة انه يبقى فيه ايه؟ علاقة مع الله مستمرة من خلال الصلاة، من خلال الاشبية، من خلال المزامير، من خلال الكتاب المقدس، وايضا من خلال المذبح نيجي عشان نحضر وايه ونتناول. العلاقة المستمرة هي دي اللي ايه تعطينا علاقة بركة مع الله. نقطة تانية مهمة جدا في حياة إبرام لما حصل مشكلة مع لوط. خدوا بالكو أنا مش بقرأ قصة إبراهيم من كلها، أنا باخد إيه شوية مقتطفات كده ندور على البركة في حياته كانت فين. يقول لك لوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيام ولم تحتملهما الأرض أن يسكن معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكن معا، فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. ابتدت تحصل المشاكل بينهم علشان كان عندهم أملاك كتير. طب يا ترى مين يحل المشكلة اللي زي دي؟ مين اللي يتدخل بينهم؟ محدش اتدخل بينهم لأن إبرام كان إيه؟ كان هو الكبير. يقول لك كده: فقال إبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، بين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن إخوان. إحنا إخواتي حبيبي. المفروض حسب نظام الناس وقتها ان الكبير هو اللي ينقي والكبير هو اللي يقسم والكبير هو اللي له الكلمة الاولى والاخيرة. خد بالك إبرام قال له حاجة تانية خالص، قال له: بص انت نقي الحتة اللي تعجبك وانا هاخد الايه الحتة التانية. يبقى مين اللي هينقي الاول؟ لوط. مين اللي هياخد النصيب الاحسن؟ لوط. طب وانت يا إبرام؟ قال: لا، انا هديله فرصه انه ينقي اللي هو عايزه وانا هاخد اللي ما يعجبوش. طب ليه يا إبرام؟ اصلا انا عارف ان ربنا بيبارك في حياتي، فادام معايا بركه ربنا انا موافق على الايه على اللي هو ياخده. يقول لك: فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن ان جميعها سقى. عارفين يعني ايه؟ في عندهم نهر صغير كده اسمه نهر الاردن بيسقي الارض كلها، الميه عنده ما فيهاش مشاكل زي ارض مصر. هو حتى بيقول كده: كجنة الرب كأرض مصر، على اعتبار ان مفيش أزمة مية في الحتة دي. هو نقى الحتة اللي المية فيها ايه كتير، وساب لإبرام الحتة اللي عايشة على المطر، مرة يجي ومرة يتأخر. قال: ده إبرام هو اللي يشيل الحتة دي، انا اخد الحتة اللي المية فيها مضمونة. يبقى هو بينقي حسب ايه؟ حسب عينيه، حسب ما هو شايف. امال برام بينقي على حسب ايه؟ على حسب بركة ربنا، على حسب بركة ربنا. كانت النتيجة ان لوط سكن جنب سدوم وعمورة. لوط سكن جنب سدوم وعمورة. وعشان تعرفوا ايه اللي حصل، كلكم عارفين انه كان عايش لوحده، ما كانش اتجوز لسه،
طيب عايز يتجوز، هيتجوز من سدوم، والعروسة طبعا مش هترضى تيجي تعيش في خيمة برا سدوم، عايزة تسكن في مدينة نصر جوه. يعمل ايه؟ يشتري لها بيت في سدوم، ويخلف بنات في سدوم، والبنات يكبروا في سدوم ويتجوزوا من سدوم، يفضل عنده بنتين بس هما اللي ما كانوش ايه اتجوزوا. واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ سدوم عملت فيه ايه؟ شفطته. عارفين اول ما ابتدى كان في خيمة برا سدوم، هيتجوز لازم يسكن جوه سدوم، اشترى بيت في سدوم، اتجوز من سدوم، وخلف في سدوم، وبناته كبروا واتجوزوا هم كمان من سدوم. كانت النتيجة لما جم الملاكين عشان يخرجوه كان رجل بار، لكن حتى الرجل البار سدوم عملت ايه؟ شفطته. اقول لكم حاجة وما تزعلوش مني، سدوم لحد النهاردة بتشفط، سدوم لحد النهاردة بتشد. بص حواليك كده هتلاقي العالم بيشد واحدة في واحدة، خطوة في خطوة، يلاقي نفسك بعيد 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 لحد ما سدوم تسلسلك جوه ايه؟ جوه المدينة بتاعتها. ما زال العالم بيجذب الناس، وخد بالك ان عادة بيجذب بالراحة بهدوء بشوية شوية لحد ما تلاقي نفسك متسلسل جوه سدوم. خد بالك ان ملك سدوم مازال شغال، عايز تعيش في البركة ابعد عن سدوم، وابعد عن شهوة سدوم، وابعد عن الملك اللي عمال يشد الناس. لو كلمت واحد تقول له ايه اللي وصلك؟ صدقني يا ابونا ما كانش في حاجة، ده هما كنت قاعد مع مجموعة شباب كده وقعدنا نشرب مش عارف ايه، وعزموا عليا بكذا، وانا حبيت اعمل فيها راجل واشرب، وواحدة واحدة دخل في مرحلة ايه؟ ادمان. تكلم بنت معينة الموضوع ده ازاي يحصل؟ يا تبونا كنا بنتكلم على الفيسبوك كلام حلو، عمل لي شات واتكلمنا مع بعض، واديته نمرة التليفون وبقينا نتكلم، وبعدين ابتدينا نخرج، وبعد ما ابتدينا نخرج ابتدى يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. ايه اللي بيحصل مع الشباب؟ سدوم بتعمل ايه؟ تشد، تشفط. عارفين الشفاط؟ تشفط. ونكتشف مشكلة كبيرة قد كده، اصل الزدوم لسه ما زالت بتعمل ايه في الناس؟ بتشد. خد بالك، خد بالك ان لوط وابرام الاتنين ابتدوا نفس البداية، الاتنين خرجوا نفس البداية، لكن للأسف ما كانش لهم نفس النهاية، ما كانش لهم نفس النهاية. إبرام احتفظ بعلاقته مع ربنا، لكن لوط حوت بعيد رغم أنه كان إنسانا بارا. خد بالك
البركة هنا كانت انه اختار النصيب الايه؟ الاصغر. ابرام بعد ما انتصر على حرب اسمها كدر العمر، اتقابل مع اتنين ملوك، خد بالك، واحد منهم خد منه واداله، والتاني عمل له بلوك قفل عليه. خد بالك، ابرام قابل ايه؟ اتنين ملوك، واحد منهم عشان يقابل ابرام نزل من فوق، ملك سليم، سليم دي او اورشليم مدينة عالية، عشان يقابل ابرام لازم يعمل ايه؟ الملك ينزل من فوق، نزل من فوق ملك سليم وقابل ابرام، يقول لك كده: ملك صادق ملك سليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه. مين اللي بارك مين؟ ملك صادق بارك ابرام، مبارك ابرام من الله العلي مالك السماوات والارض، مبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء. مين اللي اعطى؟ ابرام اعطى ملك صادق عشرا من كل شيء. الملك الثاني طبعا هو ملك سدوم، يقول لك خرج ملك سدوم لاستقبال ابرام وقال ملك سدوم لابرام: اعطني النفوس اما الاملاك فخذها لنفسك. بيعرض عليه ايه؟ اموال. فقال ابرام لملك سدوم: رفعت يدي الى الرب اله السماوات مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول انا اغنيت ابرام. خد بالك، ملك سدوم عرض عليه مقتنيات واموال، ابرام عمل له ايه؟ عمل له بلوك. ملك صادق عرض عليه بركة سماوية وخبز وخمر، يقول لك اخذ منه واعطاه ايه؟ عشرا من كل شيء. خد بالك ان الاتنين ملوك دول لسه شغالين لحد دلوقتي. ملك سدوم راح قابل المسيح على الجبل وقال له: اعطيك هذه كلها ان خررت وسجدت لي. قال له: الرب الهك تسجد واياه وحده ايه؟ تعبد. ملك سدوم مازال شغال، وما زال المسيح ملكي صادق يعرض نفسه خبز وخمر كل يوم على المذبح. اذا ما زال الاتنين ملوك دول ايه؟ لسه شغالين لحد النهاردة. يا ترى انا بختار ايه؟ وباخد ايه؟ وبقبل ايه؟ ملك سدوم مازال بيعرض شهوة الأرض، بيعرض تراب الأرض، بيعرض الخطية عند أطراف أصابعك. يا ترى بعمل له بلوك ولا بقبل شوية وارفض شوية؟ يا ترى المسيح لما بيعرض نفسه جسد ودم على المذبح بقبل ولا بكسل يا ابونا؟ من المهم انك تبقى عارف ان مازال الملوك دول الاتنين موجودين ومازالوا بيعرضوا عليك اما شهوة العالم
وإما البركة السماوية. مش قال له كده مبارك إبرام من الله العلي وأعطاه خبز وخمر، والتاني اداله الايه؟ العشور. ما زال هو ده طريق البركة، أن ترفض عمل الشيطان وتقبل حياتك مع المسيح. حياتك مع المسيح هي طريق البركة، وده اللي قاله ملكي صادق. مبارك الرب، مبارك إبرام من الله العلي، مبارك الرب الذي أسلم أعدائك. عايز البركة، ملهاش غير طريق واحد، أن تكون مع الله. برضو موقف تاني، بعد ما إبرام رفض العرض بتاع ملك سدوم، فربنا ظهر له قال له كده: لا تخف يا إبرام، أنا ترسل لك، أجرك كثير جدا. فإبرام رد عليه وقال له: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ إنك لم تعطني نسلا، هوذا ابن بيتي وارث لي. ده أنا نفسي يبقى عندي ولد وانت ما اديتنيش هذا الولد. كأنه بيقول له ببساطة: أنا لو خدت ولد هاخده منين؟ منك أنت، أنت لم تعطيني نسلا. يقول لك: فإذا كلام الرب إليه لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت. فقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. خد بالك انه آمن انه هياخد نسل، واستمر هذا الايمان حوالي 25 سنة عبال ما عنده مين؟ إسحاق. الله تأخر على إبرام لحد سنه ما وصل 100 سنة، ومع ذلك إبرام تن متمسك بالإيه؟ بالوعد. الله أمين، حتى لو تأخر فالله أمين. يقول لك كده: إن كنا غير أمناء فهو يظل أمينا، لن يستطيع أن ينكر نفسه، لن يستطيع أن ينكر نفسه. إيمان إبرام كان إيمان قوي تحدى الزمن. ولما بقول تحدى الزمن، لأن ربنا تأخر عليه عبال ما نفذه. لما جه الميعاد سارة ما صدقتش وضحكت، فقال لها: لماذا ضحكتي؟ قالت: لم أضحك. قال لها: لا، بل ضحكتي، عشان كده الولد اللي هيجي هنسميه ضحك. كلمة إسحاق بالعبري معناها ضحك. البركة هي إيمان بوجود الله في حياتي حتى لو تأخر. البركة هي الإيمان بوجود الله في حياتي حتى لو تأخر، لأن مواعيد الله صادقة، مواعيد الله صادقة.
من ضمن النقط الحلوة قوي في حياة إبراهيم كمان، يقول لك لما كان عمره 99 سنة ظهر له الرب وقال: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. خد بالك الجملة دي من الجمل المهمة قوي. أنا الله القدير باللغة العبرية معناها إيل شداي، ودي احنا بنقولها كتير في الكنيسة: الله ضابط الكل، البنتوكراتور، هتلاقيها موجودة كتير في صلوات الكنيسة: الله القدير الذي يستطيع كل شيء. سر أمامي وكن كاملا، ببساطة معناها أن الكمال هو المسير أمام الله. لما قال كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، دايما بنسأل مين حيقدر يوصل للكمال يا ابونا؟ الوصول للكمال هو المسير في طريق الكمال. انسان ماشي في طريق ربنا هو ده طريق الكمال. سر امامي وكن كاملا. طب ما احنا بنتكعبل في السكة، ما انت عارف. حتى لو اتكعبلت في السكة، حتى لو حصلت مشكلة في السكة، ولا يهمك، لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم. مهم قوي ان الانسان يبقى عارف الجملة دي: سر أمامي وكن كاملا. المسير مع الله هو طريق الكمال. طب هنوصل لحد فين يا ابونا؟ مش مهم نوصل لحد فين، المهم ان احنا مع مين؟ مع الله. مش مهم هنوصل لحد فين، هبقى زي ماري جرجس يعني؟ هبقى زي أنبا أنطونيوس؟ مش مهم ابقى زي مين، المهم اكون ايه؟ ماشي في طريق الكمال. سر امامي ها وكن كاملا. ابرام ربنا قال له هيغير اسمه: هوذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. هي فرقت يعني إبرام من إبراهيم؟ يعني زود حرف في النص؟ لا، خد بالك فرق كبير قوي. أبرام هي كلمة من مقطعين: أب يعني أب، ورام عارفين رام الله، وأرام رام يعني مكان عالي. فاسمه في الأول كان الأب العالي. الأب العالي ده هيبقى اسمه أب الجمهور إيه؟ كثير. وبالتالي نصبح كلنا أولاد لإبراهيم بالإيمان في المسيح يسوع. يقول لك كده في المسيح يسوع: صرنا ورثة، صرنا أبناء لإبراهيم وحسب الموعد ورثة، ورثة لله من خلال الرب يسوع المسيح.
وهنا تغيير الاسم واضح، تغيير الاسم واضح، ان كلنا صرنا اولاد لابراهيم وصرنا وارثين لله بالمسيح يسوع. واصبح ابرام بدل ما هو الاب العالي اللي ما حدش طايله، اصبح ابا لجمهور ايه؟ كثير. اصبح ابا لجمهور كثير، عشان كده بيقول لك اجعلك ابا لجمهور من الامم واثمرك كثيرا جدا واجعلك امما وملوك منك يخرجون، واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك، واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كل ارض كنعان ملكا ابديا واكون الههم. ويتحول الناس اللي زي حالتنا اللي هم بعاد عن الله، نتحول في الإيمان أن نكون أبناء لله من خلال الرب يسوع المسيح. إذن البركة هي البنوة لله، البركة هي البنوة لله. النقطة الأخيرة اللي هنتكلم عنها موجودة في تكوين 22، تكوين 22. انتوا عارفين ان تكوين 22 ده ذبح اسحاق، وطبعا طاعة ابرام انه لحد السكين، وضع السكين على رقبة مين؟ ابنه اسحاق. لكن انا هتكلم عن نقطة تانية. اسحاق وهو طالع قال جملة حلوة جدا، قال له يا أبتاه، قال له هأنذا معانا حطب، معانا نار، معانا سكينة، ومعناش خروف. عارفين في الزمن ده بنسمي الموضوع ده ايه؟ بالورقة والقلم. يا ابونا نجيب ورقة وقلم ونحسب معانا ايه وإيرادنا كام، وانت عايز تعمل لي مشروع بمش عارف كام مليون، طب نجيب منين؟ اهو ورقة وقلم اهو. بالورقة والقلم ما ينفعش نقدم ذبيحة، ما اصل احنا معانا النار، الحطب، السكين، ومعناش خروف. محدش يقدر يقول ان اسحاق غلطان، محدش يقدر يقول ان اسحاق غلطان، ولا حتى ابوه لما رد عليه ما قالوش انت غلطان يا اسحاق. ليه؟ اصله كلام مظبوط، الكلام اللي بيقوله مظبوط، بالورقة والقلم تحسبها ها ما تنفعش. اقول 90% من الناس في هذا الزمان بيفكروا زي مين؟ زي اسحاق. هو عيب يا ابونا ان احنا نحسبها بالورقة والقلم؟ لا مش عيب، وانا مش هغلطك، ولا ابرام غلط ابنه اسحاق. امال قال له ايه؟ قال له جملة عجيبة جدا لازم تحفظها كويس. الله يرى له حملا يا ابني، الله ها يرى له حملا يا ابني. عارف معناها ايه؟ معناها انت ما حطيتش ربنا في المعادلة، ما حطيتش ربنا في المعادلة. احيانا حياتنا بالورقة والقلم ما تمشيش، لكن لو حطينا ربنا في حياتنا تلاقي المعادلة ايه؟ اختلفت. احكي لكم قصة لطيفة قوي.
وقت ما كنت لسه في الدير ما نزلتش الخدمة، كان في وقت كنت ماسك بيت الكهنة، كانوا أبهات كهنة كتير ييجوا يقضوا خلوة حلوة، نأكلهم ونشربهم ونصلي معاهم قداس ونتبسط كلنا بوجودنا يعني. فواحد منهم حكالي قصة لطيفة، قال لي معايا أب شيخ وقور، والكنيسة بتاعتنا كانت قديمة وعايزين نبني مبنى خدمات كبير جنبيها. فالأب الصغير قال للأب الكبير أنا سامع إن ممكن في أرخنة معينة تساعدنا في المبنى اللي هنعمله. قال له ماله يا ابني، بس ما ينفعش إن احنا نروح لهم بإيد فاضية، احنا نعمل الرسومات وناخد الرسومات نوديها لهم. فعلا الأب الصغير سمع الكلام، جاب المهندس وجاب مش عارف اللجنة، وقعدوا بقى عملوا رسومات لمبنى خدمات ايه كبير. هم المنطقة بتاعتهم منطقة يعني على قدها في الإمكانيات المادية يعني. الأب الكبير خد الأب الصغير وخدوا الرسومات وراحوا عشان يقابلوا الناس. فدخلوا كان في لجنة هندسية، قعدوا معاها عرضوا الرسومات، قالوا احنا هنراجع على الرسومات ونشوف اذا كنا نقدر نساعدكم ونساعدكم بايه. ماشي. الاب الكبير كان اب حلو، فقال لابونا برضو احنا ناخد خطوة عشان لما اللجنة تيجي تعاين تلاقينا ابتدينا ايه نشتغل. قال له يا ابونا ده الفلوس اللي معانا كلها يا دوبك تحفر الارض، يبقى حفرنا الارض. قال له ماله، لما يجوا يلاقوا الارض اتحفرت يتشجعوا ويساهموا معانا. ماشي. الاب الصغير ما كدبش خبر وجاب الحفار وابتدوا يحطوا بيقولوا كده يشدوا الخنزيرة ويحفروا الارض وزبطوا الدنيا. الناس لما لقت ان الارض ابتدت تتحفر ابتدوا يعملوا ايه يساهموا. فرجع للأب الكبير قال له ربنا بعت قرشين، قال له نقدر نعمل الأساسات. قال له يا دوبك هنعمل الأساسات ونبقى مديونين كمان. قال له ماله، اتكل على الله واعمل الايه الأساسات. هو مفيش أخبار من اللجنة اللي هتيجي تبص علينا؟ قال له لا مفيش. المهم شهر واثنين وثلاثة اللجنة ما جاتش، فأبونا الكبير قال له إيه الأخبار؟ قال له يا دوبك سدينا الفلوس بتاعة الأساسات وربنا بعت. قال له اطلع بالعمدان. فأنا بسأل أبونا اللي قاعد يعني واللجنة جات لكم إمتى؟ قال لي اللجنة ما جاتش بس إحنا في الدور السادس دلوقتي. اللجنة ما جاتش بس احنا في الدور السادس دلوقتي. ربنا عمل ايه؟ اتدخل. انا مش بقول ما تحسبهاش بالورقة والقلم، لكن حط ربنا ايه في المعادلة بتاعتك. اعمل زي ابرام، الله يرى له حملا يا ابني. اذا كنا هنخدم خدمة ربنا حط ربنا في حياتك. البركة ان ربنا يمد ايده، يمد ايده في بيتك في ولادك في حياتك، بس لازم تعمل انت زي ابرام انك تحطه في حياتك. قول له كده، قول له امكانياتنا بالورقة والقلم ما تنفعش، لكن لو انت حطيت ايدك ها البركة تتوجد، البركة تتوجد. ان كنت قلت في الاول ان الناس الكبار كانت الفلوس في ايديهم قليلة بس البركة كلها كانت معاهم لانهم كانوا بيطلبوا بركة ربنا،
اطلب بركة ربنا كل يوم، اطلب بركة ربنا في حياتك، حط ربنا في المعادلة حتى لو كانت بالورقة والقلم ما تنفعش. ربنا يبارك في حياتكم كلكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. بنشكر سيدنا نافت الحبر الجليل.